مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى نشرة الجوية المرتقبة خلال هذه الليلة وصبيحة الغد اذا اجواء باردة نسبيا بالتالي انخفاض في درجات الحرارة خلال هذه الليلة تصل الى اربع درجات على تقريبا كل المناطق الداخلية الوسطى والشرقية تسع درجات بجزائر العاصمة عشر درجات بعنا بنسجل سبعة عشر درجة بأدرار ورقان خمسة درجة على تمناص تسع درجات بإليزي اتناش بمنطقة جانيت 13 على تندوف و 19 درجة بأقصى الجنوب الجزائري حالة الطقس غدا بإذن الله إذا أجواء م... غائمه وممطره تشهدها المناطق الشماليه من الوطن الامطار الرعدية بالسواحل الشرقيه من البلاد خاصة خلال الصبيحه اذا السماء مغشاة جزئيا على شمال الصحراء مناطق الوحد ايضا منطقة الثورة اقصى الجنوب الغربي مرتفعة الهوجار وتصل الجنوب الشرقي لأقصى اقصى الجنوب الجزائري تبقى الاجواء مستقرة وصافية على باقي ولايات الجنوب درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال الظاهرة باذن الله تنسى الى 35 درجه وهذا كالم قياس باقصى جنوب الجزائر على برج بجاي مختار وانجيزام 27 درجه بجنايات 24 درجه على اليزي 28 ب 18 33 درجه على ادرار 25 درجه بمنطقه تيميمون ستة وعشرين درجة بوسط الصحراء على منطقة عين صالح ثمانية وعشرين بيتين دوف عشرين درجة على بشار 22 وعشرين درجة على شمال الصحراء إلى مناطق الواحد بين المدن الشمالية نسجل عشرين درجة على باتنا على خنش 11 حداش بسطيف باتنا برج بوري ليجد بويرة تيزي وصولا إلى تلمسان تيارت البيض